تحت شعار الكرد يحتفون باللغة العربية صونا للتعايش، أقيم في جامعة السليمانية قسم اللغة العربية المهرجان 18 بمناسبة يوم العالمي للغة العربية. الغاية من إقامة المهرجان هو التواصل الثقافي والمعرفي والفكري. أهم الأهداف عن هذا المهرجان هو التواصل الثقافي والمعرفي والفكري بين الأدب العربي والأدب الكردي، وتعرف الأجيال الموجودة الآن بأهمية اللغة العربية. الكرد يعتبرون اللغة العربية كلغتهم الأم، فهي لغة القرآن الكريم، فضلاً عن الروابط القومية بين الكرد والعرب في وطن واحد هو العراق. اليوم العالمي للغة العربية، وتعرفون حضراتكم بأن هناك صلة وطيدة بين الشعب الكردي وبين الشعب العربي، بما أن أغلبية الشعب الكردي هم مسلمون، لذا نجدنا نهتم كثيرا باللغة العربية كلغة ثانية لنا، وفي بعض الأحيان نعتبره كلغة الأم. اللغة العربية تشكل أهمية بالغة لدى الشعب الكردي من عدة محاور، منها الكتابات التاريخية التي كتبت باللغة العربية، وإسهام علماء الكرد في كتابة التاريخ وإثرائه باللغتين العربية والكردية. بالنسبة إلينا اللغة العربية تشكل يعني أهمية بالغة بالنسبة للكرد من عدة أبعاد ومحاور. مثلا على سبيل المثال، لدينا كعلماء كرد تراث ضخم كتب باللغة العربية، أي علماؤنا الأكراد يعني لهم إسهامات كبيرة في بناء الحضارة العربية والثقافة العربية. فمن هذا المنطلق كان على أبناء جلدتنا أن يتعلموا اللغة العربية تعلما دقيقا ودراسة أكاديمية، لكي يطلعوا أولا على هذا التراث الضخم، وكذلك لكي يكونوا في تعايش وتبادل ثقافي. لأنها لغة الذات، لأنها لغة القرآن، اللغة التي تجمعنا جميعا كمسلمين وككرد وعرب. ونحن منذ بداية الخليقة كشعب كردي خلقنا مع العرب وعشنا معهم كإخوة وكأصدقاء وكأحبة. لدينا جيراننا ولدينا تلامذتنا وأصدقاؤنا وإخواننا، كلنا من عرب وأكراد. وتعتبر اللغة العربية محط اهتمام الشعب الكردي منذ القدم، وهناك الكثير من العلماء والأدباء والشعراء الكرد الذين كتبوا نتاجاتهم الإبداعية باللغة العربية لسعة انتشارها وكونها تأتي في المرتبة الرابعة دوليا بين لغات العالم. إقامة المهرجان 18 من قبل جامعة السليمانية اهتمام من قبل الشعب الكردي بأخيه الشعب العربي. عدنان جاف، فضاء التغيير، السليمانية.